بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتابع الآن حديثنا عن الغزوات التي كانت في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والفتوحات التي تمت من بعده. نعم، هل كان فيها ما يخالف الشيء الذي ذكرناه، وهو أن الجهاد القتالي إنما شرع ونفذ ردعا لعدوان واقع، أو ردعا لعدوان متوقع يخطط له؟ هل هنالك ما يتعارض مع ما قلناه؟ نعم، نتابع. كنا نتحدث عن فتح الشام وفتح مصر، وقلنا إن الفتح الذي تم في مصر وفي الشام لم يكن عبارة عن إلجاء أو إرغام أهالي الشام إلى الدخول في الإسلام، لكنه في الحقيقة كان تطهيرا لكل من بلاد الشام ومصر من الاحتلال الأجنبي. نعم، طيب، ما الدليل على ذلك؟ أريد أن أضعكم أمام موجز، وبوسعكم أن تعودوا إلى المراجع لتقفوا على تفصيل ما أقول. سياسة الدولة البيزنطية في مصر اقتضت أن يتظاهر الأمبراطور الروماني آنذاك بالدخول في المسيحية، وأعلن دخوله في المسيحية، وتبنت نعم الدولة البيزنطية المسيحية دينا لها، لكنها انتقت من هذا الدين مذهبا معينا اختارته وتبنته، ألزمت أهالي مصر جميعا باتباع هذا المذهب والإقلاع عن المذاهب الأخرى المسيحية كلها، وقاتلت المصريين في سبيل ذلك قتالا عجيبا تقشعر له الأبدان. نعم، في يوم واحد قتل ما لا يقل عن 200,000 من اليعاقبة الذين يسمون اليوم الروم الأرثوذكس. نعم، 200,000 من اليعاقبة، لا لذنب إلا لأنهم اتجهوا إلى مذهب ديني مسيحي غير المذهب الذي رفعت لواءه الإمبراطورية الرومانية المحتلة، ولم يرتفع سيف القتل الذي استحر بأهالي مصر إلا بعد الفتح الإسلامي. الفتح الإسلامي هو الذي أنهى، لا أقول الوجود الروماني، بل أنهى الذبح الذي كان يستحر بالمصريين الذين لم يشاءوا أن يتبنوا المذهب الذي تبنته بيزنطة. فتح الإسلامي هو الذي أنجاه من هذا الأمر. وبعد أن تم الفتح واستقر الفتح الإسلامي في مصر، لم يلزم ولا واحد من أهالي مصر المسيحيين على الدخول في الإسلام، ولا واحد. نعم، ورجعوا إلى المصادر التي تعنى بهذا الموضوع، لا أقول لكم رجعوا إلى البداية والنهاية، قد يقال أنه هذا متحيز ابن كثير، لكن رجعوا إلى الكتب الحديثة تجدون هذا الذي أقوله. ولذلك بقي أكثر من نصف نعم على دينهم أقباط، نعم، لم يدخلوا الإسلام، لكنهم كانوا يعيشون حياة مرفهة أعزة مكرمين وشتان
بين حياتهم الإنسانية التي تنفسوا فيها الصعداء بعد الفتح الإسلامي وحياتهم التي كانوا يرجحون الآلام الشديدة تحت وطأة احتلال الروماني. طيب، بلاد الشام، عندما فتحت بلاد الشام كيف كان موقف أهالي الشام المواطنين الأصليين؟ كانوا سعداء بكل معنى الكلمة، وكان قادة المسيحية في بلاد الشام أكثرهم سعادة بهذا الفتح، وأضعكم أمام مشهد نموذج لمشاهد كثيرة أخرى. عندما أراد أبو عبيدة بن الجراح أن يعقد كتاب الصلح والوئام ما بين المسلمين وما بين أهل الشام ويرجعوا المسلمين إلى جزيرتهم، أصر رجال الدين المسيحي أن لا يكتب هذا الكتاب إلا بوجود أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأن يتشرفوا بوجوده بينهم، وأن يحظى هذا الكتاب بتوقيعه هو. أرسل أبو عبيدة بن الجراح هذا لسيدنا عمر، فاستجاب سيدنا عمر لهذه الدعوة وجاء إلى فلسطين. أهالي إيلياء كما كانوا يقولون آنذاك كانوا يرزحون أيضا تحت وطأة ظلم شنيع من الاحتلال الروماني. لاحظوا الصورة اللي كانوا يفعلونها، طبعا في يهود وفي مسيحيين في فلسطين وفي بلاد الشام، فكانت السياسة الرومانية تقتضي إثارة اليهود ضد الفلسطينيين ضد المسيحيين وإثارة المسيحيين ضد اليهود لكي يكون الخصام مستمرا ولكي ينقدح زناد العداوة والبغضاء بينهما، ومن ثم يكون ذلك جوا مريحا للإمبراطورية المحتلة. كيف كانوا يفعلون؟ كانت السياسة الرومانية تدعو المسيحيين أن يأتوا فيقذروا الصخرة المشرفة، طبعا هذا يسيء إلى اليهود فيغضب اليهود. كانت السياسة الرومانية تدعو اليهود إلى أن يذهبوا فيقذروا المكان الذي كانوا يتصورون أن سيدنا عيسى صلب فيه، وهو مكان كنيسة القيامة الموجودة الآن. نعم، وهكذا كانت شرارة العداوة تنقدح ولا تهدأ بينهما. بفعل من؟ بفعل هؤلاء. السياسة الرومانية هي التي كانت تنفخ في نار البغضاء بين الفريقين. انظروا إلى الفتح الإسلامي ماذا صنع. دخل سيدنا عمر رأسا اتجه إلى الصخرة يريد أن يتبارك بها، وجد القمامة والأقذار المتراكمة، خلع رداءه وأخذ ينظف الصخرة بردائه، ولما وجد أولئك الذين كانوا من حوله فعل سيدنا عمر تسارعوا وتسابقوا إلى تنظيف الصخرة، ثم توجه بعد ذلك إلى المكان الذي يعتقد المسيحيون أن سيدنا عيسى صلب فيه. وجد هنالك أيضا، كان المكان يسمى القمامة، الكنيسة تسمى كانت كنيسة القمامة، ثم تحول اسمها إلى أصبح كنيسة القيامة. نعم، خلع رداءه وأخذ ينظف. الإمبراطورية الرومانية كانت سياستها ترمي إلى إثارة البغضاء والعداوة المستشري بين المسيحيين واليهود، وكانت هذه العداوة ممتدة ولا تهدأ. السياسة الإسلامية سيدنا عمر مو من عند منه مارس هذا، وإنما مارس هذا بسبب تربيته الإسلامية، بسبب التزامه بما يدعو إليه كتاب الله سبحانه وتعالى
والتزامه بما علمهم إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد الوئام، عقد الصلح بين هؤلاء وأولئك، نظف هذا المكان الذي يقدسه اليهود، ونظف هذا المكان الذي يقدسه النصارى. هذا هو شأن الفتح الإسلامي في بلاد الشام وفي مصر، وذلك هو شأن السياسي الروماني في كل من مصر والشام. طيب، ماذا تتوقعون من أهالي الشام؟ إن مسيحيين كانوا أو يهود، ماذا تتوقعون من الموقف الذي يتخذونه من المسلمين؟ وقد رأوا عمل عمر، وقد رأوا معنى هذا الفتح، ورأوا كيف أنهم تنفسوا الصعداء وانجابت عنهم غاشية ذلك الاحتلال. هل تتصورون أنهم كانوا أشقياء بذلك الفتح؟ أنا أتحدى من يأتي بسطر من دليل على هذا. وهؤلاء أيضا في بلاد الشام المسيحيون، بقي من شاء أن يظل على دينه بقي على دينه، لم يعني طبق فيهم قاعدة ألا لا يفتنن مسيحي عن مسيحيته ولا يهودي عن يهوديته، مبدأ هذا مبدأ طبق. نعم، واستمر الأمر على هذا وتطاول الزمن، والنصارى يناهز عددهم تقريبا عدد المسلمين، يزيدون آنا وربما يقلون آنا، إلى أن كانت الحروب الصليبية. لما أقبل الطلائع الغزو الصليبي إلى الشام، أرسل قادة الحروب الصليبية رسائل سرا إلى قادة المسيحيين في بلاد الشام، يقولون لهم: نحن وافدون، ما القرار الذي اتخذتموه؟ هل هو الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين، أم الوقوف إلى جانب بني دينكم الوافدين؟ ماذا كان الجواب؟ كان جوابهم جميعا: بل قرارنا الذي اتخذناه هو الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ، نعم، كيف أن المسلمين والمسيحيين في خندق واحد واجهوا الغزو الصليبي. أظن أن هذا الذي أقوله، نعم، كمشهد لنتائج الفتح الإسلامي في بلاد الشام، ومشهد لنتائج الفتح الإسلامي لمصر، نعم، يوضح الحقيقة التي نقولها، ويؤكد ما قد ذكرت من أن الجهاد القتالي لم يشرع من أجل إرغام الناس على دخول في الإسلام، وهذا الحكم استمر في عصر المصطفى وفي عصر الخلافة الراشدة وفي العصور التي تلت ذلك. طبعا فيما بعد وجدت جيوب من الانحراف، لا شك الناس غير معصومين، لكن النهج بشكل إجمالي إلى هذه الفترة كان بهذا الشكل. نعم، يعني ممكن أن يقول أناس: طيب وهارون الرشيد ماذا كان يصنع؟ طيب هارون الرشيد غزا، لكن لماذا غزا؟ نعم، ماتت يعني ملكة الإمبراطورية الرومانية اسمه إيريني، خلف من بعدها نقفور، لما خلف من بعدها نقفور جهز جيشا لجبا كبيرا للتوجه به إلى، نعم، حاضرة الخلافة الإسلامية كان بعهد هارون الرشيد. ماذا ينبغي أن يصنع هارون الرشيد؟ جهز جيشا كبيرا، نعم، وتوجه به إلى، نعم، نقفور، وأخضعه للصلح، كتاب الصلح. يجي واحد يقول: ها شوف شلون هارون الرشيد، نعم، غزا الدولة الرومانية وجعلها خاضعة للحكم الإسلامي. اسأل عن الأسباب قبل أن تحبس نفسك عند المسببات.
ابحث عن الأسباب. رجع هارون الرشيد وكان الوقت شتاء، جاء النبأ لبعض مستشاري هارون الرشيد أن نقفور نكس العهد ورجع يؤلب إخوانه على أن يجهزوا جيشا لجبا، لكن أخفوا الخبر عن هارون الرشيد لأن الوقت كان شتاء والطريق كله كانت ثلوج والعودة يعني شديدة، لكن بلغ الخبر هارون الرشيد فعاد الكرة مرة أخرى. يعني أريد أن تعلموا أن المسألة ليست عبارة عن أن أناس راقدون هادئون مسالمون وجاء المسلمون فأقضوا مضاجعهم وفعلوا ما فعلوا، الأمر ليس كذلك. يعني أنت قدر الإمبراطورية الرومانية راح تسكت؟ مستحيل. عندما الآن عندما نجد أو أمريكا والدول الأوروبية يجدون أن المسلمين المساكين اللي متفرقون المتدابرون المتخاصمون الذين كل فئة توالي منهم فئة من الأوروبيين والأمريكان، مع ذلك يتوجسون خيفة من الغد الذي سيشرق فيه الإسلام، ويقول قائلهم كان لنا عدو واحد وهو الشيوعية، انهارت الشيوعية، الآن العدو الذي ينبغي أن نتوجس خيفة منه وينبغي أن نقضي عليه هو الإسلام. طيب لو كان الوجود الإسلامي فعالا كوجود الخلافة الإسلامية إذن لغزت هذه الدول التي تتربص بالمسلمين، ولا يجوز أن نقول هذه الدول الأوروبية الآن ما فعلت شيئا، ننتظر حتى يطرقوا بابنا وحتى نفاجأ فيهم ساعتها ننزل فيهم. الكلام لا يقال بشكل من الأشكال. نعم أعتقد أن هذا الكلام واضح. نعم سياسة الإيقاع بين المسلمين كان شيئا موجودا، نعم معروفا. الموضوع وجود الإسلام في أوروبا، عبد الرحمن الداخل هو الذي فر من العباسيين، وده عبد الرحمن مداخل ابن معاوية، مو من معاوية ابن أبي سفيان، بعده ذهب لا يملك شيئا هو وسل من أصحابه. يقال أن عبد الرحمن الداخل غزا أوروبا وأوروبا مساكين ما جايب باله يغزو حدا، ذهب وأقام هناك، احتك طبعا بالأوروبيين الموجودين آنذاك بإسبانيا، واطلع أولئك الناس على أخلاق عجيبة، ذمم رائعة، أمانة رائعة، شفافية عجيبة. من أين انبعث هذا؟ طبعا كان صار في حوار وصار في شيء اسمه دعوة إلى الله، وأعود فأقول لكم الدعوة إلى الله لم تنقطع. من أين تنبعث هذه الأخلاق، هذه الشفافية، هذه المروءة؟ هذا من هذا الدين. إذن إنه دين عجيب والله. تعرفوا على هذا الدين، وكان عبد الرحمن الداخل داعيا وكان رجل متعبد، وكان إخوانه الذين إلى جانبه أيضا يمارسون هذه الدعوة، سرعان ما لقيت هذه الدعوة استجابة من عقول هؤلاء الناس، وسرعان ما تحولت هذه القناعة من العقل إلى محبة في القلب وانتشرت كانتشار النار في الهشيم. انتشر هذا الدين بهذا الشكل يا أخواننا، بهذا الشكل. وسرعان ما قامت دولة إسلامية ضمن ظلام المجتمع الأوروبي. هذه الدولة الإسلامية هنا أنا أسألكم، هل شعرت بالقوة فجعلت من عضدها القوي وسيلة لحرب أولئك الناس؟ لا، قامت الحضارة الإسلامية السليمة في غرناطة وقرطبة، وأعجب الأوروبيون بإنسانية هذه الحضارة الإسلامية، فتحت جامعات
وكانت تستقبل هذه الجامعات النصارى واليهود، نعم، أكثر مما تستقبل المسلمين بإعزاز وإكرام. فتحت المشافي الكثيرة، وكانت هذه المشافي تستقبل اليهود وتكرمهم أيما إكرام. طيب، كانت الأزقة محفرة، وكانت أزقة طينية متربة، نعم، تحولت هذه الأزقة كلها إلى هذه الصورة الحضارية اليوم التي تجدونها، نعم، وعلقت مصابيح الضوئية على الجدران يمينا وشمالا، وأصبح الناس في ظلام الليل يجدون أنفسهم يسيرون وكأنهم في رابعة النهار. كل هذا وجد في غرناطة وفي قرطبة دون أن يسيئوا إلى أحد. طيب، ماذا تتصورون عندما تجد أوروبا أن هؤلاء الناس فعلوا هذا الفعل وفتحوا صدورهم للآخرين؟ لم يعني يجعلوا من انتمائهم الإسلامي عصبية رعناء ضد غيرهم، أبدا ما فعلوا ذلك. ألا تتصوروا أن يعشق هؤلاء الناس الإسلام من خلال حب هؤلاء الناس؟ هكذا قامت الدولة الأموية الإسلامية في الأندلس. فمن الذي نعم ينقم على هذه الدولة، وما هو سبب نقمته على هذه الدولة؟ الأوروبيون أثنوا عليها أيما ثناء، نعم، أعجبوا بها، تغزلوا بهذه الدولة بشكل، نعم. إذن نحن الآن أمام أدلة تؤكد الذي قلته لكم، أن الجهاد القتالي الذي شرعه الله عز وجل لم يكن من أجل إرغام الناس على الدخول في الإسلام، نعم، والاعتراضات التي توجه عرفنا أجوبتها جميعا، وأعتقد أن هذا الكلام في هذا الصدد كافي، نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى تكون هي المقدمة للشيء الذي ذكرناه البارحة. تحدثنا عن دار الإسلام، وقلنا إن من أهم أسباب تشريع الجهاد القتالي وجود دار الإسلام. هنا لابد أن نتساءل، ما معنى دار الإسلام؟ وما حكم دار الإسلام؟ لأن لغطا كبيرا يجري اليوم في الحديث عن دار الإسلام. دار الإسلام هي كل أرض أو كل بلدة، نعم، استظلت بظل الإسلام، سواء عن طريق حرب أو عن طريق صلح، نعم، بحيث تمكن أهل هذه البلدة من أن ينفذوا أحكام الإسلام كما يشاءون طواعية. إذن هذه الأرض أو هذه البلدة أصبحت دار إسلام، البلدة التي تستظل بظل الإسلام بحيث يتمكن أهلها أن يطبقوا أحكام الإسلام طواعية دون خوف ودون إكراه، نعم، سواء تم ذلك صلحا أو عن طريق حرب. هنالك دار أخرى اسمها دار الأمان، وهي الدار التي يكون أهلها غير مسلمين أو أكثر أهلها غير مسلمين، لكن يشيع السلم والأمن بين هذه الدار وبين الدولة الإسلامية. يعني مثلا أوروبا الآن هي دار أمان، التمثيل الدبلوماسي نعم يعبر عن ذلك. دار حرب هي تلك الدار التي أعلن القائمون على شأنها الحرب على المسلمين، أو هي الدولة أو البلدة التي أعلن المسلمون الحرب عليها. في كلتا الحالتين تسمى هذه الأرض دار حرب. إذن هي ثلاثة أقسام: دار إسلام، دار أمان، دار حرب، وهذا التقسيم مهم جدا وسنذكر سبب أهميته. يبدو أن الوقت أدركنا، نعم، نقف عند هذا الحد، والآن الحصة الباقية لهذه الحلقة هي لكم، ونرجو أن نسمع الأسئلة التي تريدون أن تثروا بها هذا الشيء الذي ذكرناه.
والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الكرة عندكم، تفضلوا، بإمكانكم أن تسألوا ما تشاءون. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلتم سيدي في الحلقة الماضية على أن الحرب خدعة خدعة، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم على الخيبر وكان بينهم أحدا. لماذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم أحدا؟ أحدا بين المسلمين كان بينهم عهد. نعم، كان بينهم عهد بين المسلمين واليهود. لماذا فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كيف؟ فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم خيبر؟ نعم. قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر اليقيني المتضمن أن يهود خيبر يخططون مع قبيلة غطفان لحرب شاملة ضد المسلمين في المدينة المنورة، وتأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر. ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أن ينظر إليهم ويبارك عملهم؟ يعني ما الموقف الذي تراه؟ يقول الله: فانبذ إليهم على سواء، يعني أخبرهم، أليس كذلك هذه الآية؟ فانبذ إليهم. هذا بالنسبة لمن كان بينهم وبين المسلمين عهد. هل كان بين المسلمين وبين يهود خيبر عهد؟ هل كان بينهم وبين المسلمين عهد صلح؟ أسألك، في كان؟ يعني ما كان في عهد. خرجوا من المدينة مجرمين، قبيلة بني قينقاع ارتكبت جريمة شنعاء كانت هي سبب في إخراجهم. قبيلة بني النضير ارتكبت جريمة شنعاء في حق تلك المرأة إلى آخره. قبيلة بني قريظة جريمتهم الكبرى في أثناء غزوة الخندق. خرجوا واجتمعوا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام تركهم. هل كان بين المسلمين وبينهم عهد ميثاق حتى نقول طيب هؤلاء خانوا، إذن ينبغي أن نعلن أن العهد الذي بيننا قد مزقناه؟ ما كان في بينهم هذا الشيء نهائيا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ورد في الفقرة الأخيرة من كلامكم الآن بأنه الغرب وصفته بأنه دار أمان. نعم، واستشهدتم بذلك على التمثيل الدبلوماسي الموجود الآن بين الدول. نحن لو درسنا الواقع العملي في تعامل الغرب وأوروبا بالذات وأمريكا مع العالم الإسلامي، طبعا العالم الإسلامي، ولا أقصد أنا هنا ما يسمى بالعالم الإسلامي وتربطه مصالح خفية مع الغرب، هذا طبعا موضوع آخر. أقول إذا نظرنا إلى الواقع العملي نرى أن الغرب وأمريكا هي ليست بدار أمان في تصرفها وفي توجهاتها ومعاملتها للمسلمين ومواقفها من القضية الفلسطينية وحرب غزة وإلى آخره. فما هو رأيكم في هذا السؤال؟ في هناك سؤال ثاني أيضا، بس مشان أنا نعطيكم إياه، حول المدارس التبشيرية ودورها في العالم الإسلامي والحركات التبشيرية بصورة عامة التي تشيد تفيد المدارس والمستشفيات في أفريقيا وتقدم المساعدات بالنصف الزراعي وإلى آخره. وسؤال ثالث حول هولاكو والمستعصم بالله وقطز، لأنه كان الموضوع فيه له علاقة بالمسيحية اللي يعني كان هولاكو زوجته نصرانية كما جاء في كتاب من تراثنا الفكري للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وحتى قطز اللي قتل كتبغا قائد الجيش كان نصراني كتبغا، لأنه يعني هذول كان لهم علاقة مع الغرب للقضاء يعني على الاحتلال القدس. ويقال بأنه لما دخل جيش هولاكو لدمشق
يكتب الشيخ الغزالي في كتابه أنه فقاموا النصارى وقالوا الآن جاء الدين الصحيح وأذل المسلمين. وحينما قتل قطز في عين جالوت قضى على جيش هولاكو وقتل كتبغا، وصل الخبر إلى أهل دمشق فأحرقوا كنيسة المسيحيين. هل تعتقدون أن هذه المسألة مسألة سياسية أم دينية لها جذور عصبية ودينية؟ رجاء أستسمحكم عذرا للإطالة. طيب هذول ثلاث أسئلة صاروا أظن. السؤال الأول موضوع دار الأمان، دار الحرب ودار الإسلام له جانب واقعي وجانب سياسي وكلاهما متلازمان. فقد أنا أؤيدك أن واقع دول الغربية أو أكثرها واقع عداوي، واقع بغضاء، واقع تربص، واقع تخطيط ضد مصالح الأمة، هذا واقع. لكن الجانب السياسي يقول إن بين البلاد الإسلامية وبين أوروبا وأمريكا نعم من جانب آخر أمان. يعني قرار الأمان قرار الحرب بيد السياسيين، فنحن لا نستطيع أن ننظر إلى واقع البغضاء الموجود فعلا أنه واقع معاش وينبغي أن نعتبره بمنأى عن القرار السياسي. يعني ينبغي أن نبدأ لتحقيق هذا المعنى الذي تقول بإقناع الدول العربية والإسلامية أن تقطع صلتها بأوروبا وبأمريكا وأن تعلن الحرب عليها، ومن ثم تصبح دولا نعم دار حرب، تصبح دار حرب. أما ما دامت القرارات السياسية تقول أنه لا والله في بيننا وبينهم تواصل ودبلوماسية وتمثيل دبلوماسي، فهذا الواقع الذي تتحدث عنه واقع لكننا لا نستطيع أن نضعه في موضع الاعتبار بالنسبة للسياسة التي تحكمنا. هذا الواقع. السؤال الثاني بالنسبة للمعاهد التبشيرية والمشافي التبشيرية، يعني إذا كان السؤال عن مدى شرعية هذه المعاهد أو المجال، نعم نحن نعلم هذا حكم من أحكام السياسة الشرعية وليس من أحكام التبليغ. يعني موضوع ترك مجال واسع للنصارى أن يعرفوا بدينهم حكم من أحكام السياسة الشرعية وليس من أحكام التبليغ. يعني إذا وجد ولي أمر المسلمين أن من الخير أن يفسح الغرب مجالا واسعا أمامنا للتعريف بالإسلام وللتعريف بمبادئ الشريعة الإسلامية على أن يكونوا هم أيضا لهم الحرية التامة بأن يعرفوا بدينهم، وجد ولي أمر المسلمين المصلحة تقتضي ذلك له هذا. وإن وجد أن المسلمين من الضعف بحيث آليات التبشير عندهم، آليات الدعوة الإسلامية عندهم ضعيفة، في حين أن آليات الدعوة إلى التبشير عند المسيحيين المشافي والمسائل الأخرى والأموال الباهظة التي تجند ذلك أقوى، لا في هذه الحالة يصبح هذا العمل عمل غير جائز وينبغي أن نمنع هذه الإرساليات التبشيرية عن عملها. سيدي عفوا، أنا شخصيا من تلاميذ المدارس التبشيرية وعلى وجه التحديد اليسوعية ما تسمى الجيزويت، فكان علمهم ذو مستوى راقي جدا وتعليمهم، وكانوا لا يختارون إلا أبناء يعني من الأطفال اللي لهم مستقبل واعد على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وكان طريقة تدريسهم مخلوطة بكثير من السموم،
اكتشفناها نحن فيما بعد لما كبرنا. ف وكانوا يعني حتى طريقة تدريسهم والكتب اللي كانت تجي من فرنسا كلها. لما كنا صغار ما كنا نعرف المسائل اللي السم المخروط في الدسم، فما لم تقتصر على أنه تعريف الدين المسيحي، لا، إنما كان في هناك مخطط معين لجعل أبناء المنطقة، اللي أبناء بعض العائلات والطبقات تؤمن بالفكر الاستعماري وتستمر أن تستمر ذلك، وبالتالي تكون مهيئين مستقبلا لفتح الأبواب لها. وهذا ما نراه الآن في لبنان مثلا. أنا كنت في لبنان. أظن أنني أثناء الجواب كنت تتكلم مع الأخوة المنظمين، أنا قلت أن موضوع فتح المجال للإرساليات التبشيرية من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، أي أن الدولة إذا نظرت فوجدت أن الأمر كما تقول، يعني يخلطون السم بالدسم ويفعلون، إذن ينبغي أن يغلق. لكن إذا وجدوا أن فتح هذا المجال يعطينا نحن الحق في أن نفتح المجال واسعا للدعوة الإسلامية في بلادهم، وكانت آلياتنا في الدعوة الإسلامية قوية مثل آلياتهم، واجتهد القائمون بالأمر أنه هذا مفيد، فلهم أن يفتحوا هذا المجال. يعني المسألة منوطة بما يراه إمام المسلمين أو رئيس الدولة الذي يغار على المصلحة الإسلامية، ويغار كما تغار أنت على هذه الحقيقة، ويتبصر بالسم الذي نعم يتسرب مع الدسم. أكيد تسمح لي أن أجاوب على السؤال التالي؟ تفضل سيدي فضيل الشيخ. وأذكر الإخوة، يمكن ذكرت قبل قليل أو لعلي مبارح، أننا نتحدث عن الدلائل على أن الجهاد القتالية لم يكن في سبيل إرغام الناس على الإسلام. طيب، وذكرنا أدلة يعني ميدانية يعني تطبيقية، لكن هذه الأدلة الميدانية التطبيقية لا تصلح إلا إذا كان في عصر المصطفى أو في عصر الخلفاء الراشدين أو النقاي ننتقيها من عصر الأموي والعصر العباسي. بعدين اختلط الحابل بالنابل، ووجد هنالك من لا تستطيع أن تجعل من سلوكهم حجة لأنهم أخطأوا. نعم، لا شك في هذا، وأنا أؤيد ما قاله الغزالي، الشيخ الغزالي، في هذا. نعم، بعض الخونة قاموا بهذا الأمر، والمماليك فيهم الغث والسمين، فيهم من أساء وخان فانقض عليه من أصلح واستقام، وفيهم العكس. فأنا لا أستطيع أن أجعل منهم حجة أبدا. نعم. سيدي، أسلفتم في كلامكم السابق أن الفتحة الإسلامية في الشام كان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لدفع الظلم عن أهل هذه البلاد، ولم يكن لفرض الإسلام، وهذا صحيح، لأننا نرى أن النصارى في بلادنا يعيشون منذ ذلك الزمن إلى الآن، وأن الكنائس موجودة منذ أقدم الأزمان إلى الآن في بلادنا، لم تهدم كنيسة. ولكن السؤال أن لماذا المسلمون عندما فتحوا هذه البلاد عاملوا أهلها السكان الأصليون نوعا ما معاملة أقل من العرب الوافدين إليها، حيث كان الحكام مثلا من الحكام من أهل شبه الجزيرة العربية، وأيضا الجهاز الإداري أيضا. فلماذا هذا المعاملة التي كانت قد تكون أقل من السكان العاديين السكان طيب. الأصليين؟ نعم. طيب، سؤال وصل جواب. أنا أتمنى أن تضعني أمام مثال لمعاملة الدولة الإسلامية النصارى، معاملة تنم عن إساءة إليهم، أو أنهم يعاملون بشكل أدنى رتبة من معاملتهم للمسلم. مثل قد يكون مثلا في فترة من الزمن فرض زي معين، مثلا قرأت أو قد علمت أنه قد أحيانا يفرض عليهم زيان معين، أو الشكل الأهم أن الجهاز الإداري إدارة الدولة لم يكن كان يبعد عنها في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان السكان الأصليون. اقرأ كتاب، نعم، أكثر من كتاب، الخلاصة، نعم،
الأحكام السلطانية للماوردي مثلا تجد أنه لا يمنع شرعا من أن يتولى الوزارة مسيحي، وفعلا تولاها في كثير من المراحل مسيحيون الوزارة، وزارات التنفيذية فضلا عن الإدارات وما إلى ذلك. نعم، ما أعلم هذا الذي تقول، ممكن اتهامات تكون موجودة، لكن أنا مثلا في مصر بعد الفتح الإسلامي كلكم يعلم قصة ذلك القبطي الشاب الذي ضربه ابن عمرو بن العاص وقال له خذها وأنا ابن الأكرمين، كانت من وراء ذلك قصة. ذهب ذلك القبطي إلى الجزيرة العربية وشكى أمره إلى سيدنا عمر، استخدم سيدنا عمر ابن عمرو بن العاص وأباه، إيه نعم، وسأله هل فعلت كذا، فأقر، فأعطى سيدنا عمر عصاه للقبطي وقال اضرب بها ابن الأكرمين، وضربه، ثم قال أجل بها على صلعة عمر كمان لأنه هو السبب، ثم اتجه إلى عمرو بن العاص وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ أفتجد في هذا ما يدل على أن الدولة الإسلامية كانت تفرق في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين؟ أنا لا أعلم هذا أبدا. ليس في المعاملة سيدي، ولكن ليس في المعاملة، ولكن فقط في ممكن في الإدارة مثلا، أو ما هي المعاملة هي الإدارة. يعني مثلا الإدارة، أنا أجبتك، اقرأ كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ليس في الإسلام ما يمنع من أن آتي بوزير مسيحي إذا عرفت أنه أهل وإذا عرفت أمانته. يعني اختلاف الدين لا يمنع من أن أستعين إداريا بغير المسلمين أبدا. نحن الآن انتهينا من بيان الأدلة على أن هذه الحرب التي تسمى الجهاد القتالي لم يكن من أجل إرغام الناس على الإسلام، ثم بدأنا نتكلم عن دار الأمان ودار الإسلام ودار الحرب، وقلنا إن هذا التقسيم تقسيم سياسي، نعم، جوابا عن السؤال الذي وجه لي الآن، وليس تقسيما واقعيا. أمريكا الآن واقع يعني تسيء لنا أكثر مما تسيء إسرائيل، لكن المسألة سياسية. مع الأسف عندما تعلن الدول الإسلامية أنها قد قطعت الصلة مع أمريكا تصبح دولة حربية. الحمد لله رب العالمين.